مرحبا جميعا أصدقائي، خبر سار جدا لليوتيوبرز القدماء والجداد، وخبر لإنصاف منشئين المحتوى على يوتيوب. قررت اليوتيوب تغيير شروط اليوتيوب للربح، بالإضافة لإضافة طرق جديدة للربح، بالإضافة لتغيير شروط استخدام الموسيقى في يوتيوب. أمور كتيرة صراحة ومفاجئة رح نشوفها هلأ بهذا الفيديو، ويلا نبلش بالشرح. طبعا للتنويه انه هالميزات رح اخبركم فيها رح تبدأ في العام القادم، يعني بدءا من عام 2023 وليس في هذا العام، لكن مع ذلك استعدوا للمفاجأة. التغيير الرئيسي الاول والاهم هي تغيير شروط الربح من اليوتيوب. القانون القديم كان تحقيق 4000 ساعة و1000 مشترك. القانون الجديد صار بإمكانك تختار أنت بنفسك، يا 4000 ساعة و1000 مشترك، يا أما 10 ملايين مشاهدة فيديو شورت زائد الألف مشترك. هلأ في بعضكم ممكن يقول إنه هذا الشرط تعجيزي والشرط صعب كتير، لكن فيديوهات الشورت اليوتيوب بيهتم فيها كتير كتير، فما بتعرف انت وحظك، ممكن تنزل فيديو بيوم واحد يجيب لك مليون مشاهدة، وفي كتير قنوات صاير معاها هالشي. فاليوتيوب بده اياك تنزل فيديوهات شورت قد ما بتقدر لحتى يرجع هيبة اليوتيوب والناس تنسى تطبيقات الانستغرام والتيك توك. فاذا هذا الشرط الجديد او التحديث الجديد يلي اتغير. هلأ الميزة الثانية هي رح يتم عرض إعلانات على فيديوهات الشورت القصيرة، وهالشي يعني زيادة أرباح منشئي المحتوى وزيادة أرباح اليوتيوب، لأنه سابقا ما كان يطلع إعلانات نهائيا على فيديوهات الشورت. كانت الجوائز هي اسمها جوائز أو مكافآت فيديوهات الشورت، انه بوصلك ايميل انت ربحت 100 دولار مقابل مليون مشاهدة، وهذا نادرا الناس يربحوه. اما حديثا فصار اي فيديو شورت بتنزله صار ممكن يطلع عليه اعلانات وتربح من اعلانات الفيديوهات القصيرة، صار سعره بسعر الفيديوهات الطويلة. اما الميزة الثالثة هي ميزة سوبر ثانكس او تشكرات. هالميزة تم فتحها لبعض البلدان، أما السنة القادمة رح يتم فتحها لأغلب البلدان وحتى العربية، البلدان العربية. والميزة الأهم بميزة التشكرات هي صارت رح تتفعل على فيديوهات الشورت كمان، يعني تخيل انت الفيديو اللي عندك ممكن تجيب 10000 مشاهدة باليوم مثلا، اعتبر 100 شخص من المشاهدين راع على سوبر سانكس وشكرك ولو بواحد دولار، فتخيل ممكن تجيب 1000 دولار بيوم واحد. اما الميزة الرابعة وهي الاهم من بين كل الميزات، وهي الميزة هي باستخدام الموسيقى. رح يتم افتتاح واستبدال موسيقى مكتبة اليوتيوب الموجودة باستوديو يوتيوب، رح يتم استبدالها بشيء اسمه كرييتر ميوزك. من خلال كرييتر ميوزك صار بإمكان الناس استخدام أغلب الأغاني حتى ولو كان عليها حقوق بدون ما يجيك كوبي رايت، وإمكانية الربح من الإعلانات كمان ما عادت الأرباح كلها تروح لصاحب الأغنية، وإنما فقط 10% رح تروح لصاحب الأغنية، و40% رح تروح لمنشئ المحتوى، و40% رح تروح او 50% رح تروح لليوتيوب. وهيك ما عاد
فينا نخاف من الأغاني اللي رح نحطها. هلأ شلون رح يكون بالضبط ما بعرف، لنستنى للسنة الجاي ونشوف شلون، لكن صار رح يكون في شيء اسمه الاشتراك بالأغاني، إنك تدفعله لصاحب الغنية مبلغ مسبقا خلص مقابل تستخدم الأغنية قد ما بدك مدى الحياة، أو إذا ما بدك تدفعله شيء فهو رح ياخذ نسبة من الأرباح بدلا ما كان سابقا ياخذ كل الأرباح، ورح يبقى في شيء أغاني مجانية تربح نقودها كلها 100%. يعني هالتفاصيل إن شاء الله مخبركن فيها قريبا وبفيديوهات قادمة خاصة السنة الجاي. لهون بكون حكينا عن أغلب ميزات اليوتيوب الجديدة، إن شاء الله تكون عجبتكم. اكتبولنا بالتعليقات عن أي استفسار أو أي شي ما فهمتوا، وحكولنا شو أكتر ميزة عجبتكم. كان معكم أحمد والسلام عليكم.